مهلبية بالتين المجفف. بدل المهلبية هاي مهلبية بالتين المجفف. رح نستعمل حليب المراعي. يا عيني يلا المراعي هيو. بدنا بدنا اعطونا على الشاشة. أيوة مهلبية التين المجفف 12 حبة تين مجفف بالعدد 12 بالحبة. حبة 4 كوب حليب، ربع كوب نشا، كوب سكر، ملعقة صغيرة فانيلا. أعطينا لك فوق جاي خلنا أسوي لك هالمهلبية. يا الله يا رب. طيب بعدين ملعقة صغيرة مستكة، ربع كوب فستق حلبي مفروم. يعني عليك يعني هاي المستكة يعني صح؟ لا بشون كل بضاعة غاد على فكرة. دخلي شون بعد شو هاي؟ تعال معي يلا يلا. آلاء من عمان معانا على الخط. آلاء تعالي هون انت بحكي معنا واشتغلي. كيفك يا آلاء؟ يلا آلاء مرحبا. كيفك يا آلاء؟ إن شاء الله تمام الحمد لله تمام. كل عام وانت بخير. وانت بخير شكرا. كيف شايفي مطبخ رؤية مع نبيل؟ والله كثير أكلات زاكي شكرا لكم. بس بدي أسأل الدكتور، بدي أسأل الشيخ نضال عصري، بدي على الكبة اللبنية بدي يعطيني الطريقة. طيب أول شيء مساء الخير، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. كيف هاي ورا بعض؟ طبعا علينا وعليك. ركزي معي شوي، رعملكم الكبة اللبنية قريبا جدا. ممكن أحكي لك رعملكم يوم الاثنين. الاثنين مش داعي احكي لك واشرح لك، حتشوفيها على الطبيعه. راح نستعمل لبن المراعي وكبه نبيل، نعمل لكم كبه لبنيه. استنينا اوكي. شكرا لك حياك. طيب الله. اذا اضفنا الحليب. انت احكي. نعم شو اضفنا؟ اذا اضفنا الحليب ومن ثم اضفنا السكر. نضيف السكر. انا بحب بطبخاتي اضيف السكر يعني عشان اسمع عشان ياخذ مجده عشان ياخذ مجده. عبد الله عبد الله حبيبي بدنا هيك الحبيبات. استنى اعطيه حبيبات. وين بدك تاخذ معك عبد الله؟ حبيبات المستكة. يلا يا عبد الله. يلا عبد الله فوت عليهم فوت عليهم فوت على حبيبات المستكة. فوت على كذا على كذا على كادر. فوت يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. طيب هاي حبيبات المستكة عندنا. بتعرف اختلفت ريحتها؟ طبعا مستكة طبعا مطحونة على فكرة. بتعرف انها شاطرة بالسوالف. نزلي على النار نزلي على النار وحرك بسرعة. بتعرف نشا الان حرك اوكي. بتعرف ليش شاطر بسرعة التحريك هاي؟ كيف؟ عشان الملحية تبعت المنسف. اللي هي يعني الملحية من القعر من القعر من القعر من القعر من القعر هيك جمدت على طول. على طول يا عيني. هاي هي المهلبية تعلمتها؟ اوه تعزمني بكرة على الطرة؟ خلص على الزاقيات. لا اخرب ضرب. حياك الله. على الزاقيات تحب الزاقيات؟ هسا سؤال يا سمير. تفضل. سؤال اماني. انت بالبيت تشتغل بالبيت؟ والله ما بناول حالي كاسة مي. لا 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 والله. طب وين التفاهم مع جيبه 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 تعال. مو التفاهم بالمطبخ مو التفاهم. طب لازم تساعد زوجتك يا اخي ما بصير. لا بالمطبخ ولا يحزنون. والله مساعدك كويس. طب اسكب انا؟ بس شوي. التين المجفف ساعتين بالمي الباردة ومن ثم ليش ساعتين بالمي الباردة؟ يعني شو بسوي؟ حتى يمتص المي حتى يطرى. اوكي. وبعدين رايح اضيف. طب ما كنا بنعرف نضيف يعني. بالله طب خذ ضيف يلا. يلا ضيف. عبي عبي خليك كريم. يعني انت كريم يو ار. طيب كمان هون عبي 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 خلص يا عيني. طيب هاي هذول هون. ايوه وهي هذول هون. ماشي خالي اوكي. فكر بدهم اياك بنادوا عليك كثير. واحد هاي سامع معناته قاعد بخبص. بالله عليك لا عليك انك تسوي هذا المدام اليوم بس تروح على البيت. طيب خليني اسكب. يلا اسكب. يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. انا بدي احكي لما مدامتك انه انا بدي اعطيك دوره في الطبخ. شو رايك عشان تساعدها؟ بصير 100% يا عيني. أيوة. هيك بالله السكر صح؟ ممتاز ممتاز. يلا روعة 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 روعة. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. اللهم إني صار كمان كمان منك لله يا رجل. منك لله يا رجل. يا الله. على فكرة هاي أكلة طيبة. ترى أنا سويت مهلبية مش أنت. والله شفتك. والله صدق شفتك. والكوردي ملو كنت مشرف. روعة. طيب هسه الفستق صح؟ بدك تحط عليها فستق؟ بس عبي كمان شوية خليها الناس توكل.